كنت امبارح قاعد انا واصحابي عم نتذكر شو مرق علينا بالخمسين سنة اللي راحوا. مدري كيف صرنا نتذكر المظاهرات اللي مشينا فيها والهتافات اللي كنا نهتفها. يا ما كسرنا اتوبيسات واشارات سير، يا ما شلطنا الزريعة وقصفنا غصان الشجر وراشقنا الشرطة بالحجارة، يا ما صرخنا بهتافات الثورة والطبقة العاملة ويسقط الاستعمار، ويا ما. طيب واليوم إذا بدنا نتظاهر لمين بدنا نهتف؟ صاحبي قال لي بنهتف يحيى موحد الأديان. ايه ليش؟ قال ليش هني خلوا حدا على دينه؟ ما بتعتير طلعنا من ديننا. هذا رأيي، فكر فيها.